زيادة سمسم قايل الدقوة يا بين طحني يسار تضحن يسار كل حاجة هنا هون هون بالكمية شوفوا إننا مجال عصائر بأنواع مختلفة العصائر بأنواع مختلفة يا بين القاعدة بتاعت الجبل قاعدة عايز نفسك قاعدة السلطة شوف ده دي هنا الجبل الجلسة العربية والقاعدة والجبنة والحاجات العجيبة يا بين الصندوق لا تتذكر السودان لا تستمتع شوف ده عندك الجبن جايبين الجبن الاثيوبيه الحاجه فخمه حاجه فاخره حاجه عجيبه ما في اي كلام اخوان ونتمنى لكم ونقول لكم يا رمضان كريم وايامكم جميله وان شاء الله يعني تزورونا في مطعم بيت الطيران في الفجيره الفصيل جوار السنشري مول جوار السنشري مول اخوان الناس اخواننا تجي هنا مطعم بيت الطيران اخوان بسم الله الرحمن الرحيم مطعم بيت الخيرات ما شاء الله شايفين العصيدة شايفين الفول السوداني الطعمية السامبوكسة الحاجات اخواننا دي العزة هنا زادوا دي العزة هنا زادوا يا اخوانا شايفين الكسرة الموقع موقعنا الفجيرة الفجيرة جوار السنشري مول جوار السنشري مول رمضان كريم عليكم اخواننا وصوم دفتر على الفخير السلام عليكم مساء الخير عليكم نحن الليله اخواننا في مطعم بيت الخيرات للاكلات السودانيه والاكلات الشعبيه انك اخواننا دارت تاكل فول مشتهي لك اخواننا كنافه بسبوسه باستا سودانيه عصيده عصيده تقليه كل شيء اخواننا هنا الحاجات دي اي شيء هنا موجوده انك الابري انك اي حاجه اخواننا سودانيه هنا الكوارع دي اخواننا هنا في الناس مستحاول تجي بدري ارغامنا على الشاشه اخوانا ارغامنا على الشاشه جميع الوجبات السودانيه جميع الوجبات السودانيه جميع الوجبات السودانيه اخوانا احنا الليله في رمضان بيض الخيرات ورمضان كريم عليكم اخوانا صوم دفتر على الفخير وما تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب اخوانا